السلام عليكم يا طلبة. معمل اليوم بعنوان temporal and infratemporal fossa with the norma lateralis of the skull. بالنسبة للأريا هذه which is called norma lateralis. أول ما نبدو فيها عندنا الأريا الأولى اللي هي temporal regions والمنطقة اللي تحت منها اسمها infratemporal regions. بالنسبة للboundaries بتاعت temporal regions عندنا superior temporal line containing temporalis muscles and its fascia, superficial temporal vessels, deep temporal vessels and nerves ومعاهن الأوريكولو تيمبورال نيرف ماشي سوبرفيشيال. تجي للأريا اللي بعدها اللي هي المنطقة which is called infratemporal regions. الانفراتيمبورال regions هي السبيس which is below the temporal area عندها boundaries قاعدات قدامنا anteriorly back of maxilla, medially lateral pterygoid plate, posteriorly styloid process and external auricular orifice, laterally بالنسبة لي or superiorly هو zygomatic arch ومعها lateral ramus of the mandible, superiorly عندي اللي هو the greater wing of sphenoid. The main content بالنسبة للinfratemporal fossa اللي هم حيكونوا medial pterygoid and lateral pterygoid muscles ومعاهن حيكون برضو في عندي المانديبولار نيرف والماكسيلوري ارتي ومعاهن الاوتيك جانجليونز ومعاهن برضو الكوردا تيمباناي. برضو عندها كوميونيكيشنز مع انذر فوسا ديبلها which is called تيرجو بالاتاين ولا سفينو بالاتاين فوسا. بما ان نحن ماسكين السكال بالمره نعطوا فيها الهارد بلت. بالنسبه للهارد بلت يهمني تعرفوا ان الهارد بلت divided into two parts of bone. بالنسبه لي الجزء القدامي اللي هو يسمى بالاتاين process of the maxilla والجزء البوستيريور which is called horizontal plate of maxilla. وبرضه من ضمن structures المهمات اللي انتم لازم تعرفون this is called lateral pterygoid plate واللي من جوا تسمى medial pterygoid plate واللي بينتهم فصة تسمى scaphoid فصة. This is the scaphoid فصة lateral pterygoid plate and then من جوا medial pterygoid plate. في نهاية medial pterygoid plate عندنا process تسمى pterygoid hamulus. برضو من ضمن الحاجات اللي يهمني في سكال تعرفوا ان عندنا من هنا فصة تسمى مانديبولار فصة وقدامها ارتيكولار توبركل. هذين مهمات جدا المانديبولار فصة والارتيكولار توبركل لانهم ارتيكوليت مع الكورونويد كوندايلويد بروسيس اوف ذا مانديبول وهذين هم اللي يديروا التيمبرو مانديبولار joint. بالنسبة لللاترال تيروغويد بليت very important for you لأن لازم تعرفوا أن هذين المكانات اللي هن علاقة بالأوريجين and insertions of the muscles. تكمل لجزئية البون وعندنا برضو من ضمن البون في السكال البون of the lower jaw which is called mandible. المندبل very important topic بالنسبة لكم لأن السؤال بتاعه يحتوي على جزئيتين يا أما نسألك على فورامينا أو structure process within the mandible أو نديرو landmark ونسألك على المصل attached to this area. بالنسبة لي المندبل متكون من body and two rami right ramus و left ريمس. البادي عبارة عن اللي هو السنترال بارت وفي تو فورامينز. الفورامينز اللي عندي واحدة anteriorly called mental foramina يطلع منها المنتال nerve vessels وعندنا واحدة ثانية من جوا هذه تسمى mandibular foramina. mandibular foramina هذه اللي خش منها الانفيريور alveolar nerve and vessels وهذه مكانها وهي landmarked by process which is called lingula. ممكن في نفس الوقت نسألك نعلمه على lingula ونسأله عليها سؤال اللي جا attached to it ولا structure attached to it ونحن نسأله هيك على السفينو mandibular ligament. برضو المندبل عنده two process. anterior process تسمى coronoid process و this is coronoid process و posterior process which is called condyloid process ولا condylar process متكونة من الهيد والنك وفيها من هنا pterygoid fovea. pterygoid fovea هذه very important عشان فيها ال insertions of lateral pterygoid muscle. بالنسبة للمندبل السؤال عليه for example لو علمنا على
الكورونويد بروسس، ونقول لك مصل اتاتشد معناها التيمبوراليس، تيروغويد فوفيا ولا الكبسول ولا الهيد ينقول لك ليجامنت اتاتشد، فعندنا مجموعه من الليجامنت المفروض يعرفوه، او يكون جوينت اتاتشد اللي هو التيمبرومانديبولار جوينت، ولا مصل اتاتشد اللي هي لاترال تيروغويد. اللي نقوله وحكيت لكم عليها، وعندنا من جوا لاين يسمى مايلو هايويد لاين، هذا مهم بكل في المسكه في مصل تسمى مايلو هايويد مصل. برضو من ضمن الاريا لازم تعرفوا ان عندي هنا في المنطقة هذه 4 جينيال توبركلز، 2 سوبيريور و 2 انفيريور. السوبيريور حيكونوا الاوريجنز للجينيو جلوسس، والانفيريور حيكونوا الاوريجن للجينيو هايويد مصل. يهمني برضو لازم تعرفوا الليجامنت اتاتشد تو ذا مانديبل اسمائهم بالكامل، اللي هم السفينو مانديبولار والتيرجو مانديبولار اللي ماسكة في نية المايلو هايويد لاين، والستايلو مانديبولار ليجامنتس. هذين هن لازم تعرفوهن وتعرفوا كل وحده وين الانسرشنز بتاعها. مثلا ستايلو مانديبولار هنا مكانها، التيرجو مانديبولار حيكون المكان بتاعها في نهايه المايلو هايود لاين، السفينو مانديبولار ماسكه في التيرجو مانديبولار الرافي، وهكذا. برضو تعرفوا المصل اتاتشد فور اكزامبل برضو خط المصل اوف ماستيكيشنز الانسرشنز بتاعهم دوينا على التيمبوراليس دوينا على اللاترال تيريجويد، من برا حتكون ماسكه في الريمس المانسيترس مصل، هنا المكان بتاع الماسيترس نحن نقسمه فيها بطريقة بسيطة which is called 3M. على الأوتر سيرفس حتكون في ماسيتر مسلز، بعدها الريمس اوف مانديبل، وعلى الانجل من جوا هنا الانسرشنز بتاع الميديال تيريجويد. البروسيس والفورامينا والمسل attached to the mandible very important questions for you، ولازم تركزوا عليه وتقروه in details.